يعني أسعد الله صباحكم متابعينا بكل خير. اقتحام مدينة البيرة في هذه اللحظات كما ترون. اقتحام لمدينة البيرة متابعينا كما ترون. يعني كما رأيتم على الهواء مباشرة عملية اعتقال لأحد الشبان، على الهواء مباشرة عملية اعتقال لأحد الشبان، قمنا بتغطيتها مباشرة عبر شبكة جي ميديا الإخبارية. متابعينا نحن معكم في هذا التغطية المباشرة والمستمرة عبر شبكة جي ميديا الإخبارية، تغطية اقتحام مدينة البيرة، المنطقة الصناعية في مدينة البيرة، عملية اعتقال لأحد الشبان شاهدناها على الهواء مباشرة. سنحاول الاقتراب خلال عملية الانسحاب متابعينا بعدما شاهدنا عملية اعتقال لأحد الشبان. بدء انسحاب لقوات الاحتلال متابعينا. الانسحاب للقوات العسكرية في هذه اللحظات من المنطقة الصناعية في مدينة البيرة بعد عملية اعتقال لأحد الشبان. كنا معكم في هذا البث، سنكون معكم في حال استجد أي جديد.